مرحبا بكم في مطبخ مريم العالمي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نقدم لكم عجين بريزي او عجين مرمل، كيجي رائع هذا العجين هذا. وكذلك غادي ندير لكم باش تعمروه الحلو ولا المالح، يعني بحال بحال، ماشي الحلو بوحدو والمالح بوحدو، لا الحلو والمالح. كنحتاجوا لهذا عجين مرمل او عجين بريزي 250 غرام ديال الدقيق، ملح، بيضه، 125 غرام ديال الزبده. نبداو بسم الله على بركه الله. بسم الله غادي ناخذو الزبده، هنا 125 غرام، تكون الزبده بارده، نكونو يلا خرجناها من الثلاجه. هنا الزبده، غادي نضعو الملح صافي، وغادي نبداو نخدموها هكذا وسط الاصابع كيف كتشوفوا على هذا الشكل. هذا تتخدم لينا الزبده مع الطحين مزيان. الا بغيتو في حالتي الا بغيتو ديروها مالحه غادي تزيدو معها الثومه بودره اولا الابزار اولا البصله بودره. هذا بالنسبه للملح بوحدو. بالنسبه للحلو تاهو باش ديروا الحلو بوحدو غادي تزيدوا معلقه كبيره ديال سنيده صافي. انا بغيت نستعملوا هذا كيف قلت لكم، الحلو والمالح بزوج. هيا نخدموها مزيان نشوفوا على الشكل هذا. ما خدمتها مزيان كتشوفوا لهذا الشكل هذا، رملتها مزيان. غادي نزيدو في الوسط بيضه، بحال الا ما بغاتش تجمع لكم البيضه غادي تزيدو جوج معالق ديال الماء. هي راه يعني كتجمع غير بيضه، ولكن بحال الا ما بغاتش تجمع لكم تزيدو جوج معالق ديال الماء صافي. ما جمعنا العجين كيف كتشوفوا، هاد المرحلة مهمة فاش نكونو كنجمعو العجين ما ندلكوش، يعني عجين مرمل أو عجين بريزي ما كيبغيش يتدلك، يعني نجمعوه فقط ما ندلكوش. هنايا غادي نديرو في بابي فيلم وغادي نخليه في الثلاجة نص ساعة. بعد ما دوز نص ساعة ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. مدى الساعة غادي ناخدو بلاستيكة باش غادي نطلقو عليها، غادي نبداو نطلقو العجين. طلع العجين بالمدلك، عندي هنايا مول مدور ومول اوفال باش نشكل وصافي. بسم الله نحط هكا اوفال، غادي نوضعو على هاد الشكل هذا. لا ما ندهنو المول هذا كذلك، ديرو على هاد الشكل هذا باش يتراسى لينا. هكذا غسيناهم كنوركو على الجوانب بهادو، شي حاجه زايده كنحيدوها. شوفوا هادشي كنعاودو نطلقو بطبيعة الحال، نعاودو نديرو ليهم المدورين هكا
الشكل. هاليك تنخدموهم هكذا شي الطرف زايد كنحيدو صافي. انا غادي نستمر على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. بعد ما غادي نكملهم ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. ان العجين هكا في ليمول كيف كتشوفوا. غادي نتقموهم هكا فرشات كيف كتشوفوا صافي. انا غادي نستمر على هذا الشكل هذا. غادي نتقب العجين هكذا. في حاله الا خفتوا لا يتنفخوا لكم تقلوهم هكا باللوبيا اولا بالحمص الا خفتوا هكا يتنفخوا صافي. انا غادي ندخلهم الفران بعد ما نكمل نتقبهم كاملين هكا العجين. ندخلهم الفران فوق نار هيله يبقاو شويه بويض ماشي يتحمروا كاع بزاف. بقاو شويه هكا بويض وشعلوا العافيه من الفوق كيف كتشوفي تشد فراسها هكا من الفوق صافي. ونخرجوها ونتلاقاو مع الشكل النهائي ان شاء الله. النهائي ديال العجين بريزي او العجين مرمل كيجي على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا. رائع. تشوفوا هاد الشكل كيصلح كيف قلت لكم المالح والحلو. الى عجبكم لافيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء. الى اللقاء مع وصفه قادمه ان شاء الله.